واحد لسبعة، هل تسمعني؟ أنا المدام www.com. إلى جميع العاملين انتشر كنكم. انت بتشكي بحدا محدا؟ بشك بكل واحد بيقابله بمكتبه. قصدك وحده يعني؟ ما بيهمني ان كان وحده ولا واحد، يلي بيهمني يا مدام دبليو اني اعرف كل شارده وارده عنه وبمكتبه حصرا. معلش لو بدي ضيع لك وقتك السمين يعني، بس لازم اساله هالسؤال ولا بد ان اساله. تفضلي اسألي. هل يا ترى عاطفته الجياشة سابقا تغيرت عن الآن؟ يعني مع احترامي إليك، مع فارق السن بينك وبينه. بتعرفي مدام دبليو، سؤالك ذكي كتير. لا تنسي أني أنا مثلك، يعني نساء على بعضنا، ونحن منحس زيادة عن اللزوم، وعواطفنا كتير كتير جياشة، ما حدا بيفهم منا وخاصة الرجال. حقيقة عواطفه تغيرت من يوم ما استلم المنصب الرفيع بالوزارة. يا على عيونه هالرجال، وقت بيصيروا بيطيروا، ما بيعودوا بيقدروا انه نحن شو عملنا وشو ضحينا بسبيلهم، دغري بيحطوا ملحن على ديله. عن اذنك لرد على التليفون. اخ بيت عادي بعش الورور، او بوادي المشاريع، أو حي مطرح ما ضيع القرد صاحبه، مو مشكلة، المهم مع رجال يحوفني وحوفه ويشفق علي ويحن علي، أحسن من هالقعدة بين أربع حيطان جوزة مطنشة. هالأربع حيطان أكثر من أربعة فيهم. معناتها بسرعة حول لهم المصاري اللي بدهم إياها، وتعبتك لحالة. يلا باي. لا لحد هلا ما بعرف. ايه مدام. ايه علينا. قصدي آنسة. ايوه. امتى ممكن تبدي بتحرياتك؟ حبيبتي مو قبل ما تعطيني صورة لجوزك وشوية معلومات عنه. اكتبي لشوف. حاضر. ليش مدام؟ أنا ما بعرف. بس ما دخلني. مدام شو الأسباب؟ حاضر مدام. ايه الاستقبال والمكتبين مليانين. مثل ما بدك. هلا بصرفهم. حاضر.
الحقيقة بدكم تعذرونا يا جماعة، لأنه المدام دبليو كتير مشغولة وأخذت إجازة اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام. إن شاء الله أول ما يصير شيء أنا بخبركم. تفضل. أنسو أنا شو صار بقضيتي؟ مدام قضيتي قيد الدراسة، وأول ما يصير شيء أنا بخبرك. ماشي. أهلا وسهلا. أهلين يا هلا. إيه 17 ساعة بداوي. وأوقات أكثر من هيك. معك حق تشكي فيه. الله وكيلك، بيرجع من شغله، ما بيسألني شو طبخت، شو نفخت، بحط العقدة وبيقعد. إيه ما بيسايرك، ما بيلاطفك، ما بيجاملك، ما بيبررلك مثلا سبب غيابه بالدوام. يا ريت. إيش بيساوي لك؟ بيحمل التليفون وبيبلش لي اتصالات. بنصاص الليالي، أمين فاضي يرد عليه؟ خليها لربك. يعني عليكي قطعتي لي قلبي، ولا يهمك، اعتبري حالك وقعتي بحضن امك وابوكي، بس اللي ما عم يفوت براسي بيداوم 17 ساعة، هي 17 من ال 24 شيت اليوم، ناقص 17 باقي 7 تاكل الضبحة، ولي ساعة بيحكي بالتليفون مع رفقاته. ووقيت أكثر من ساعتين. منين بدكم تجيبوا أولاد؟ إيه ما في وقت للأولاد. اكيد المدام عم بتلش الفنطي مع زبونه ثقيل، قام رايح مشتكي عليها ومسكر لها المكتب 3 ايام. ايه لا حبيبي، المدام ما بتعمل هيك شغلات، على كل حال تعال نفوت ونشوف. شرفي خيي، ما احلى المكتب فاضي وما في حدا. من غير شر، يا ترى شو القصه؟ شو بعرفني؟ ايه علينا، تاخرت فتره ديجا. انه شلون بتحملته ما كنت افهم. اجيت. مدام يكون بمعلومك، أنا أول مرة فوت لبيت زبونة، بالعادة الزبونة بتجي لعندي على المكتب. أنا مقدرة هالشيء. ويكون أيضاً بمعلومك إني رح أشرف على قضيتك بذات نفسي، ورح أتابع من طقطق لطقطق. ويكون بعلمي إني رح كافئك مكافأة بتسر قلبك وخاطرك بس لتريحي لي بالك. هذا عشمي فيكي، باي. سلام. علاء هذا اللعب اللي لا تغش. لك لك ايه؟ تضرب كانك حتفوت. طولت المدام، يا ترى شو صاير معها؟ خلص ما بقى الا تجي. لك صحيح انا ما قلتي لنا، شو هي المهمة اللي لازم نستنفر كلياتنا مشانها؟ علمي علمك، أنا نفس ومعطرت مثلكم. رنا عيدي شو قالتك المدام. للمرة الثالثة استنفار تام ومنع الإجازات بأنواعها وتسكير المكتب 3 أيام. علاء شو فهمت شي؟ ولا أنا؟ تعال نكمل لعبة. ما بتغش؟ لا. مين في جوات؟ فلتوا علاء. لا تريسي، بتوقفوا برا، ما بتخلوا أي حدا يفوت لعندي على المكتب، أوكي؟ استنى لا تغش. هل شو بها المدام؟ عملتي لها شيء رنا؟ لا ماني عامل لها شيء. هلا عامل لها شيء؟ انا ماني عامل لها شيء، انت عملتي لها شيء. لا ماني عامل لها شيء. بس شغال برا. ايه ها هاي رزقه. تعالوا حبيباتي. مبلا انتي انا وحده للمدام. سعد عندي اجتماع طارئ. بتسكروا الباب الخارجي، ما بتخلوا مخلوق يفوت لعندي. حاضر مدام. عمى طالما مسكرة مكتبة 3 أيام، ليش تتصل فيه وتيجي تعب بسرعة؟ أكيد هذا ملعوب من ملاعيبة. ألو أهلين مدام، أكيد أنت فايقة ورايقة وعم تلعبي معي.
شو ايه؟ لا 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 ما في شيء، بس انا من السرعه تبعي لبست بالمقلوبه. شو هالنسوه؟ نسيت انه انا مركب لها كاميرا. لا لا ما في شيء، بس عم زبط سالتي قد ما لي راكب. اسمعي ها زبطي. ها فتحوا الباب. وين ركبتي الكاميرات؟ وين؟ نسيت. بقى الله يرضى عليكم حبيباتي، انتو بدي تفتحوا عيونكم عشرة عشرة، لانه عدونا اللي بدنا نراقبه مو قليل بني وبهذا. افوت. انا اسف كثير يا مدام على التاخير. معلش انت مالك موظف عندي، تفضل استري اقعد لنشوف. الاستاذ ممتاز الخبير التقني اللي بيورد لنا ستوكات ومخلفات اجهزه التنصت مباشره من الجي اي او لدبليو كوم سنتر. ايه ستي وين وصلنا نحن بالحديث؟ وصلنا مدام انه عدونا مو قليل بنوب ولازم نفتح عيوننا عليه منيح 10 على 10. برافو. ما عرفتيني مدام على الشباب. الانسه فلتي. نعم. الانسه رنا. نعم. الانسه الاستاذ علاء. شرفت. ايه وين وصلنا بعدين نحن بالحديث يا جماعه؟ مدام انه عدونا مو قليل بنوب وانه لازم نفتح عيوننا عليه منيح 10 على 10. برافو عليكم. رح عيد انا من الاول لاني مرتبته الحكي انا ورا بعضه. اسمعوا منيح. شايفين مثل الزيبق كل دقيقة بمحل. مثل ما لكم شايفين الحق معه الحق معه. تشك فيه عم يقضي نهاره لك؟ معقولة هذا في واحد مثله بمنصبه بمركزه يشتغل 17 ساعة؟ لك 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 شعلوا الضوء. مدام هلا انت عرفتي شي من الست ايام صرت طفشانه من البيت كل هالساعات؟ سألت أنا قام مسكينة زادت عن ساعات تأخره برات البيت كمان ثلاث ساعات إضافية ساعة وهو عم يلعب ويحكي عن فرع بالشركة شلت أمريكا قال مشان التوقيت وساعتين هو عم يدردش مع أصحابه عن خطط وملامح الاقتصاد بالبلد وأكيد المدام هي مصدقته مصدقة يا حوبي ما كلياتنا عم نشتغل بقضيتها مزبوط حكيك مدام شكرا إيه سيد ممتاز أوجز لنا شو أسفرت زيارتك للمكان عندي اخبار ممتازه كثير بس بدكم تطفوا الضوء لحتى اسمعكم اياها هاها وليش بقى سيد ممتاز حبيبي الشغله احترازيه ما فهمت علي شو جاب الضوء للاحترازيه مدام انا عم تابع الاخبار امبارح على الانترنت حطوا خبر صغير بيقول اذا كان الضوء انطفى وشعل بيقطع الذبذبات بينه وبين الفضاء فيعني معناتها الاتصالات اللي بينه وبين الاقمار الصناعيه كلها مقطوعه فشو بنا معناتها اطفوا
احلى كمان يكون في مكتب ثاني من الفضاء الخارجي عم يراقب تحركاتنا ويروح حضرته ويقول له للسيد وليد شو عم نخطط نحن. اطفو عمي عجبني شو يلا ليك خلاص خلاص ها. بس قبل ما نطلع ممتاز شلون اجت ببالك هالفكره؟ لك يا عمي كل شيء بالمصاري بصير. لك حلاوه اللي بدك تيك حل لك روح ولا شيء. يلا قومي دورنا نلحق. بيجهلنا مدام تفضلي حاجة علاك عند الصبح قال يعني عم يعلق بعد إلى شو روح من فضل روح عمية نسيت لكم يا جماعة صباح الخير صباح الخير مدام صعبة الفهم كثير مدام صعبة هي مو من جهات صعبة صعبة بس شو بدنا نساوي اضطرينا نفيق اليوم إذا بتنقضى باليوم ماشي الحال مدام لا ما حتنقضى لأنه ممتاز أخذ تعهد تنظيف الوزارة 3 أيام فلذلك لازم نفيق 3 أيام بكير ورا بعض متتالية 3 أيام؟ وين كشتو سيري؟ هليكو هاتي لشوف الله بيعيننا على 3 أيام فشا بدنا نساوي شغل لغمة مغمسة بدم شميلي يا شمك كتير قوي شو حنحولتي شو نضيف أي مني إيه شو صار ليك؟ تأخروا يلا خفية أبو سعيد صباح الخير أبو سعيد صباح الخيرات تفضل أخي هاي المفاتيح حلو كثير خلي لي عينك ابو سعيد انا مفتاح مكتب معاون الوزير ليش هالسؤال بلا منقوديه لانه المتعهد السابق قال لي انا شخصيا بدي اشرف على تنظيف المكتب ايه هذا الاصفر اخي هذا ايه ابو سعيد حضر الشاي راجع لك يلا صبايا خفوها حضر رقبتي يا دول الجماعة مو جماعة كنسو مساء ممتاز طب وين التكنولوجيا تبعك الكاميرات يعني علاء شو وين العدة نسيتها تحت يا أوامي بس صوتك قلبك شو وضعك على السريع ممتاز شو في لا أنا شو دخلني؟ لا شو دخلني؟ مو أنت اللي اقترحته للموضوع؟ مدام الله يخليكي من على بكرة الصبح لا تقرقيني كل مين يروح يشوف شغله أنت شو بدك تشتغل؟ وأنا كمان بدي أشوف شغلي ما أنك كل مين يشوف شغله
هايدنا نركب الكاميرات. مزبوط. شو وشوشه؟ سلامتك، ما قال لي شيء. يخرب بيت قلبه شو نمرود، بس شو بدي ساوي؟ بدي سايره. منين بدي ابدا يا ترى انا؟ من الحمامات. بدي منين يعني؟ وين يا عمو الحمامات؟ ليك يا عمو هون. اكيد؟ ايه اكيد ليك. جدو انا من وين بدي ابدا؟ بدك تبدي من هون. دول كلهم وسخين، مسحيهم يرضى عليك يا جدو. غبرة؟ ايه غبرة. ماشي ليالي، خدي عبي لي سطل. انكل انا منين ابدا؟ انكل كماشي حلو. في عندك مطرح ظريف هين لين، الحقيني يا انكل. تعال. بدي اغير اسم الشركة. شو قلتي لي اسمك يا أنسة؟ اسمي رانيا وبيلقبوني برنا. عاشت الأسامي يا عيوني. ممكن تطلع لبرا القعدة تشتغل؟ مو قبل ما أقول لك كل يلي بقلبي يا أنسة. ولك هالقوام وهاليدين الحلوين حرام يشتغلوا بالتنظيف، أنت لازم تكوني بالعلالي وبين إيديك الخدم والحشم. هات إيدك. ممكن بس أنا. لك هاتي ايدك لقلك، مو هاي، هاتي من ايدك يعني. اعدي. بتعرفي تغني؟ ايه طبعا. يلا غني لي لقلك. منيالي منيالي منيالي. يا عيني. يا عيني. يا عيني. يا روحي. منيالي. ضحكت عنزة. عنزة على باب بسلة. لوكو 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 لوكو. قدراني يرقد كمان. خفية حاجك نجزي. لك شو صار معك؟ أنا شو صار معي ولا أنت بسيك؟ ما شفنا أبو سعيد وينه؟ أبو سعيد راح. يلا بسيك، وين مفتاح؟ هذا الصغير الأصفر. هذا هو. خذ تعال هون. شو؟ لك شو بك مضيع شحشيت خالتك؟ إي 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 هات الكاميرا خلص. أعطي بالك عليها كثير حساسة. ورا قلبي إيدي وياها. هي ليالي لك قاعد ليالي شغالي محطة ليالي من جديد. بعد غير بقالي نحن دايم. خلى عمري كله عيد. كنت حبيبتي كنسيلي من هون لتحت بسرعة، ها ما بدي اشوف الوتا كيف. اخ من هالزمان، اخ عين امي تشوفني. ما بدور غلط بالبيت انا، لا والزوايا كمان. اكرم علي الغبرة. شو بدنا نساوي؟ كله في حب دبليو يا هون. الله يعين امي. تعالي والله شغل اللفاية مو سهل. لما بتلطش 500 ليرة مو قليل. ايوه 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 تعي تعي تعي. ايوه يا عيني على هالصورة. فلتحيا التكنولوجيا فلتحيا التكنولوجيا. لك انو محط التلفزيون تقدر تركب مثلي انا؟ لك انو بس سوريا على حظي. وني على حظك يا ممتاز. من 0 ل 13 اجيب. من 0 ل 13 اجيب. بطيخ علاء، من 0 ل 13. من 0 ل 13 اجيب. شو الصوت هاد؟ منين جاي؟ علاء لا تجنني. عم بسمع صوت. لك ما ترد. شو هالشاي هذا الطيبين؟ احمي ابو سعيد الله يسلم هالديات يا رب. تسمعوني اجيب. من 13 الى 0 اسمعك. لك يا حبيبي هلا مو وقت اللعب. لك الوقت عم يسرقنا سرقه. لك ليش ما عم ترد؟ اسمعك جيدا، بس عم نتناقش انا وعمي ابو سعيد بطريقه تنظيف مكتب سياده معالي الوزير. ولي احلى يكون سمعني. يخرب بيتك يا علاء، راح كل تعبنا على الفاضي. لك امسك من ايدي. لا لا فاض عنك ابو سعيد. وهات الجهاز. شلون مشتغل هاي؟ بدك تكبس هذيك الطرفانية، دير بالك البطاريات بس. هذيك أخي صار ممتاز. شو راح شغلكم بوش؟ إي الله يعطيك ألف عافية، مخلص لعملك أنت. خذ الجهاز من إيدي بقى. هات هات معلمي هات. وهات الصينية. الله يعطيك العافية. أخي بس يجي رئيس الديوان بدي اقول له يعتمد مكتب تنظيفكم، لانه قد ايش صار لي بالخدمه انا مثل حكايتكم ما شفت بنوب.
شو تقول له ما تقول له يخرب بيتنا؟ ليش لحتى ينخرب بيتكم اخي؟ الأجهزة اللي منزلينها للتنظيف الإلكتروني أنا ما شفت مثلها، لازم خبر عنها. دخيلك أب سعيد، لا تحكي شي عن الأجهزة اللي شفتها، بعدين بيصادرونا إياها. شو بنا؟ وليش بقى حتى يصادروها؟ بعدين ولا يهمك، أنا رح أقول لمعاون الوزير، هو إله اتصالاته. يا ربي منين هالورطة هاي؟ الورطة؟ لا برد الشاي، لازم نضيف الصبايا كمان عمي. يا علينا عليك على الصبايا. شرف لك شرف. والعمل هلا شو بدنا نساوي؟ شوفي مدام، مهما يكون المجرم ذكي بينتبه الا ينكشف، وهي انكشفنا. مظبوط عم تحكي، خطر ببالي فكره فظيعه. انت بتطلع على الاسطوح بتكمله لشغلك وانا بكمله للموضوع. اوكي صدقني حبيتكم من قلبي. دخيل عينك يا ابو سعيد، حكياتك ما عم سكروني غير بجدي الله يرحمه. عم قول لحالي ليش الاستاذ ممتاز معصب منك كثير، تروح عينك وعينه سوا. من واحد لصفر هل تسمعوني؟ اسمعك جيدا يا واحد. العميل 13 وش النحس عم يطق حنك مع ابو سعيد، عم يتقاعس عن تنظيف غرفه معاون الوزير الهدف. يعني شو بدي اقول؟ قصدي وش البسطه مع شغلنا، يعني شيت شغلنا بالوزارة. علم يا واحد. شوفوا لم، إذا ما بتشتغل مزبوط قارفت لهي رقبتك هي، وبلعك من الشغل فوراً. فهمت؟ فهمت. يلا روح مدام. مدام واحد، شوف أبو سعيد الله يرضى عليك عمو، اترك العمال يشتغلوا شغلهم ولا تلهيهم. انت شو على بالك؟ موظف ومسبك وعندك تقاعدية ومرتاح بوظيفتك، بيهون عليك يتقلعوا من شغلهم عمو. الحقيقة يا مدام أنا حبيت ضيفهم شاي لأني حبيتهم، ما عم إلهيهم أنا. أوكي عمو، هالمرة بس رجاء روح عد بالكلبشيتك ولا تتدخل فينا. ولا شفت بنات حلوين طاش حجرك وشطت ريالتك وصرت عم تتحالى وتعمل حالك أهل يعني ها إنه حبيتهم أنت وبدك تضيفهم شاي؟ أنا مدام الله يسامحك. شوف إذا بتعمل غلطة تانية بشكيك لمعاون الوزير. ها فهمت؟ فهمت؟ شو الدبلي هاد؟ يا صبايا يا حلوين وين رايحين؟ عنا شغل. لك الامر بيخلص والشغل ما بيخلص. تشربوا شاي؟ ايه نشرب شاي. لك الحقوني يا حبيباتي الحقوني. خزيت العين على هالمكتب شو سياحنا اياه. وين بنروح بالكاميرا؟ بدنا موقع استراتيجي تاخذ المكتب كلياته على اعتبارها هي فيش ايز عين السمكه هم، وما بيحس عليها وبيفكرها مزهريه. احلى سمكه. شو هالموقع هذا لك على بيته؟ هل ابو سعيد شو حشري وكثير غلبي لك ومتختخ وفايت بالحيط. لك ما شفت شيء، اول ما شافني اخذ العده عني وصار يعذب. لا مو بس هيك، بده يعرف البيضه مين بيضه والجاجه مين جاجه. قولي بعمره ما انا شايف ورشه تنظيف. لا هو شايف بس مثل كسومتنا ما شاها. انت هذا اللي اخذ عقلك لكسومه. ممتاز، ارجينا عبقريتك لنشوف. يلا على السريع وانتم بتروحوا على مكاتبكم، خليكم ستاند باي جاهزين على الندى بسرعه. بدي سجل بايدي حتى ما انخزم. ها اجت الصوره. لعمة بس وين الصوت؟ اوعى تقول لي ما في صوت بذبحها. ها اجى الصوت. تعال شوفي مدام، تعال شوفي، تفرجي على الصوره ما احلاها. يخرب بيتهم رفقاتك تبع الجي اي او، منين بيخترعوا لي هالاجهزه؟ ناس ما عندها مخ. هي استلمتي صوت وصوره من احلى ما يمكن عندك بالمكتب. روح انت استريح بمكتب فلتي، انا وقت بدي اياك بتصل فيك لاسلكيا. طيب سلام عليكم. الو مين؟ انا سامو كوم. لك ايه www.com. اهلين مدام، خبريني شو صار معك؟ قمحة ولا شعيرة؟ قمحة وشعيرة سوا، قصدي كوني مطمنة. وليعني قامته شو زواره كتار؟ المهم هلا سجلتي كل شي صار بمكتبه؟ ايه، زايد 3 دقايق قبل ما يدخل مكتبه و3 دقايق بعد ما طلع من مكتبه. برافو عليكي، بعتيلي الشريط فورا.
لك تكرم عينك، بس حتى ما تتفاجئي مدام هيام، حابة خبرك أنا. خير، شو بدك تخبريني؟ حابة خبرك إنه ما إجا زوار من اللي ببالك وبالي منه. شو قصدك مدام؟ يعني اللي ما بينذكر اسمه النسوان. أمثل ما بدك، يلا رح ابعتلك الشريط. اللي عليها اموها ممشي، لك ليش قالت لي حالة عالشريط؟ فاطمة سرك كبير، كبير غبي كثير. ليش خايف؟ أنا بيستفيد من الشغلة. بعدين ما قلت لي، كم واحد صار مقدم على الشغلة؟ ولا واحد. الإعلان لكم جبتي وماني شرطة. شو الحكي؟ مو بيان قبل يومين لفض العروض؟ لازم يضحك. طيب ليش ما خبرتني على التليفون؟ كنت خبرت لك المعامل. خفت يكون حدا مراقب لخط التليفون، يسمعنا مستفيد. برافو عليك، برافو عليك، أنا هي ما خطرت ببالي أبدا. تعال هنا، تعال جنبي لو. مسك الورقة. وبيّنها. واكتب لإلك الطلب. جلي عني يا مدام دبليو. آخر غلطة والمرة بدي توب. حلي عني يا مدام دبليو. آخر غلطة والمرة بدي توب. أنا قلت لك وبقلي فرقيني على طول، وإذا مرتي عم بتدلي عن حالي مو مسؤول. أنا قلت لك وبقلي فرقيني على طول، وإذا مرتي عم بتدلي عن حالي مو مسؤول. لتسعة لتردوا وينكم؟ تحين اشتوك من ببو عينك مثل ما عم قلك، المرأة نصف المجتمع. كنا كم